مساء الخير على حضراتكم. في زحمة الحياة وبمرور التجارب وصعوبات الحياة والمشاكل والضغوطات الكتيرة جدا والحاجات الصعبة اللي بنمر بيها والحاجات الحلوة والناس الصعبة اللي بنلتقي بيها والناس الحلوة اللي في حياتنا، أكيد نفسنا بتتغير. النفوس عموما، ولأن سنة الحياة التغيير، الطبيعي إن احنا نتغير كل كم سنة بمرور كل الضغوطات اللي احنا بنقول عليها. لكن لما بنوصل لمرحلة من التغيير، لما نلاقي نفسنا وصلنا لمرحلة ان احنا بقينا غربة عن نفسنا، تايهين عن نفسنا، مختلفة، انا بقيت مختلفة عن الشخص اللي انا اعرفه عن نفسي، اتغيرت لدرجة ممكن اقول انا تهت مني. تهت مني زي ما فعلا عبد الباسط حمودة قالها، انا تهت مني، دي ممكن تبقى حقيقة. امتى تبقى حقيقة وامتى احس الاحساس ده، وازاي الحق نفسي من التغييرات الصعبة دي والتوهان لدرجة ان انا بقى شخص غريب عن نفسي؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة مع ضيفتنا الدكتورة نادية عبد العال، استشاري الاسري وكوتش العلاقات الاجتماعية. اهلا بحضرتك يا دكتور نادية. اهلا بيك. التهت مني دي بتبقى حالة صعبة قوي ان الانسان يوصل لمرحلة انه يتوه عن نفسه، ما يبقى مستغربها، يبقى غريب عنها. ليه الإنسان ممكن يحصل له كده وإمتى ممكن يحصل له كده؟ في أسباب بإيدي عملتها وأسباب اللي حواليا والدوائر القريبة والبعيدة والمجتمع حطني فيها. فالأسباب اللي من نفسي أنا، إن أنا ببقى ماشي في الحياة مفيش هدف عايز أعمله، ماشي وخلاص. خلصت الجامعة، هتجوز، هخلف. طب انا كنت ايه قبل الجامعه؟ الشاب اللي بيضحك، البنت اللي مقبله على الحياه، اللي بتروح الجيم، اللي واخده بالها من جسمها. اتجوزنا بقى، ما حطناش اي رولز حتى لنفسنا. وسبت اصحابي اللي بدون عمري بخرج معاهم، انغمست وعايزه اثبت للمجتمع، عشان ده جزء مني وجزء من المجتمع، وجزء مامتي بتقول لي خلي بالك انت عليكي مسؤوليات، والمجتمع بيقول انت عليكي مسؤوليات، وانا عايزه اتحدى. فبستمر بقى في ايه، في يعني وميض الحياه كده، وبايد انا اللي عملته، محدش قال لي برضو ان انا ابقى مسؤوله عن البيت والولاد وكل حاجه، وانسى اصحابي وانسى ضحكتي وانسى اللي كنت نفسي احققه زمان. فبالتالي بنسى نفسي، على فكره سواء زوج او زوجه، لان نفس القصه دي، نفس اللقطه دي بتحصل للزوج، اللي هو يا حبيبي برضو بيتجوز وبيشيل برضو بشكل، أو حتى لو شغله بس، وحتى لغاية وبينسى برضو يقعد مع أصحابه اللي كان بتعود عليه بالطريقة اللي كان بيحبها، وفي الآخر النهاية يتم كلهم بيخونه. دي اللقطة اللي احنا كمان بنتكلم عليها، توصل إلى هذا الحد. لما بتتوهي ما بتبقيش أي حد بقى بيطبطب عليكي في اللقطة دي تفتكري قال يعني بيرجعك لنفسك، انت بتتوهي أكتر هنا.